السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في كيميا الطفل وحلقة جديدة من تجاربنا العلمية المنزلية. سنرى في تجربة اليوم كيف بإمكاننا صنع لعبة جميلة تعتمد على الكهرباء الساكنة. لعمل هذه التجربة نحتاج إلى قارورة ماء ومعصة. نفرك المعصة بقطعة صوف ونضعها فوق القارورة. ومن ثم نضع إصبعنا قربها لنرى تحركها باتجاه الإصبع.